الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المحاضرة السابقة اللي هي المحاضرة الأولى من مادة الشرائح النسيجية تعرفنا على بعض المصطلحات المهمة، وتعرفنا أيضا على خطوات تحضير أو معالجة الأنسجة. طبعا الخطوات اللي هن 12 خطوة. طبعا اليوم في المحاضرة الثانية سوف نبتدأ ونتكلم عن الخطوة الأولى من خطوات تحضير الأنسجة إلا وهي جمع العينات، أي يقصد بها جمع عينات المقاطع النسيجية تمهيدا لتطبيق باقي الخطوات المعالجة، أي خطوات تحضير الأنسجة عليها. فإن راح نبتدأ اليوم بالخطوة الأولى اللي هي collection and transport samples، اللي هي شنو؟ جمع ونقل العينات. طبعا سوف نتعرف في هذه المحاضرة على عدة أمور، من عندها اللي هي مصادر جمع العينات، ثم أنواع العينات السريرية، ثم معاملة نقل العينات، وبعدها الطقم أو الكتات الخاصة بجمع العينات، وبعدها معلومات العينة بعد جمعها، معلومات العينة بعد جمعها أي معلومات المريض ومقدم الرعاية الصحية. فإن أولا راح نتكلم عن specimen collection اللي هي جمع العينات. In general tissue specimen that collected for study is of two kinds. طبعا بشكل عام هناك أو بشكل عام تتكون عينات الأنسجة التي تم جمعها لغرض الدراسة من نوعين. أول نوع هو البيوبسي، أي يقصد بها الخزعة. البيوبسي the cells or tissue removed from the living body for examination، يقصد بها هي الخلايا أو الأنسجة التي يتم إزالتها من الجسم الحي لغرض فحصها. وأيضا عندنا المصدر الثاني لأخذ العينات هو الأوتوبسي، أي يقصد به تشريح الجثة أو التشريح. طبعا يقصد به هو تقييم الجثة لتحديد سبب الوفاة، يعني نأخذ خزعة من هذه الجثة لغرض فحصها، أي شنو؟ تبيان سبب الوفاة. Types of clinical samples، عندنا أنواع العينات السريرية. تتميز العينات السريرية أساساً إلى نوعين، solid اللي هو صلب or liquid وسائل، يعني عينات صلبة وعينات سائلة. أكثر ما يهمنا بهذه المحاضرة هو جمع العينات الصلبة. أول شيء تشمل العينات الصلبة قطعاً من الأنسجة يتم أخذها أثناء الخزعات اللي هي البيوبسي أو الجراحة surgery، ويمكن أن تتكون ويمكن أن تكون هذه العينات أما طازجة فريش، أي عينات حديثة، أو عينات ثابتة أو مثبتة في مثبت fixed in a fixative. عند النوع الثاني من هذه العينات السريرية هي عينات سائلة. هذه العينات السائلة تشمل سوائل الجسم مثل البلود الدم أو يورين، أي يقصد به البول، حسب نوع المعالجة النهائية المطلوبة. طبعا راح يمكن إضافة إضافات مختلفة إلى عينات السوائل، راح نتكلم عنها في المحاضرة القادمة في يعني أثناء دراستنا. عندنا solid collection samples اللي هو العينات الصلبة السريرية أو العينات السريرية الصلبة. خلينا نشوف شنو يقصد بهذه العينات مع بعض الأمثلة. في بيئة المستشفى طبعا يتم الحصول على عينات سريرية صلبة لغرض شنو؟ لغرض أو للأغراض أو العمليات الأولية الأساسية. الغرض من عدها هو أما للحصول على تشخيص سريري أو للحفاظ على صحة المريض. هذا هو الغرض من حصول على عينات صلبة.
أخاف يجيكم يعني السؤال هذا مهم. أما للحصول على تشخيص سريري أو للحفاظ على صحة المريء، طبعا رح نأخذ مثال عن العينات الصلبة السريرية، هو الكانسر السرطان، مرض السرطان. راح نشوف شلون ناخذ عينات من شخص مصاب بالسرطان. طبعا في امراض السرطان الكانسر يوصى باخذ خزعه اللي هي بايوبسي اذا قرر الطبيب ان المريض معرض لخطر الاصابه بالكانسر بالسرطان. تتم معالجه الخزعه باكملها وفحصها بصريا تحت المجهر بواسطه اخصائي علم الأمراض اللي أخذناه هذا المصرح، أخذناه الأسبوع الماضي أخصائي علم الأمراض اللي هو شنو الباثولوجيست لوجود السرطان. اعتمادا طبعا الطبيب راح يوصى بأخذ أو بفحص العينة تحت المجهر بواسطة أخصائي علم الأمراض اعتمادا على نوع السرطان. طبعا طرق مختلفة للحصول وإجراء الخزعات البايوبسيس في الحالات المشتبه بها من سرطان الجلد اللي نقصد عليه بالميلانوما اللي هو نقصد عليه بسرطان الجلد أو سرطان الميلانيني الذي يحدث وين في البشرة اللي هي في الإبيديرمس. طبعا راح يتم أخذ خزعة بشكل نموذجي من جزء الجلد حيث يقع الورم الميلانيني المشتبه به من خلال شفرة جراحية surgical blood. أما في السرطانات الأخرى مثل سرطان البروستاتا، هذا مثال آخر عندنا سرطان البروستاتا، نجي نشوف شنو هو بروستاتا كانسر، كيف تأخذ العينة إذا كان شخص بسرطان بالبروستاتا. هنا حيث لا يمكن الوصول إلى الأنسجة بسهولة، وهنا يتم أخذ وإجراء الخزعات عن طريق الإبرة نيدل وليس عن طريق الشفرة الجراحية. يتم تحديد موقع البروستاتا أولا باستخدام الموجات فوق الصوتية، ويتم الحصول على خزعة عبر المستقيم باستخدام إبرة نيدل. بمجرد أخذ خزعة من الأنسجة يتم وضعها في مثبت فيكستيف وإرسالها إلى المختبر السريري كلينيكال لابراتوري أيضا لغرض التشخيص. المزيد من المعالجة والتصبيغ، قبل أن يبدأ فحصها أخصائي علم الأمراض تحت المجهر لتحديد وجود السرطان، هناك أمراض أخرى غير السرطان اللي هو مثل التهاب الكبد هيباتيتس أو مثل الاحتلال العضلي مايوبيثيز أو مرض الذئبة لوبوس التي قد تتطلب خزعات أنتيجينية. في التهاب الكبد يتم إجراء خزعة من الكبد ليفر لتحديد مدى التليف الذي حصل في الكبد. مثال آخر، أما في حالة الاحتلال العضلي مايوبيثي يلزم أخذ خزعة من العضلات لتحديد درجة ضمور العضلات وكذلك لإجراء تشخيص سريري لنوع الاحتلال العضلي قد يعاني المريض منه. أما في الذئبة الحمامية الجهازية نرمز لها بالSLE أي يعني اختصارا لهذه الكلمة Systemic Lupus Erythematosus التي هي شكل من أشكال المناعة الذاتية، يمكن استخراج الخزعات من أنواع الأنسجة المتعودة مثل الجلد أو الكلى لتوفير معلومات أفضل حول ما إذا كان المريض يعاني من مرض الذئبة الحمراء ولتحديد شدة المرض إذا كان يعاني منه. هاي هو طبعا أخذ العينات الصلبة من بعض الأمراض كمثال. عندنا liquid clinical samples اللي هو العينات السريرية السائلة. طبعا على غرار العينات الصلبة فإن العينات السريرية السائلة لها أهمية متساوية في الأمور السريرية وتطبيقات البحث، على الرغم من الاختلافات في الخصائص الفيزيائية بين المواد الصلبة والعينات السائلة. على الفئتين تستويان على مزيج
من أنواع الخلايا المختلفة. طبعا من هذه الأمثلة للعينات السريرية الصلبة هو البلوت اللي هو الدم واليورين اللي هو البول، وعندنا أيضا سيربسبينال فلويد اللي هو السائل الدماغي النخاعي، وأيضا سالفيا اللعاب، وأيضا عندنا نخاع العظم اللي هو بون مارو، وأيضا عندنا أمبليكال كورد بلود اللي هو دم الحبل السري. هاي بعض العينات السائلة السريرية. طبعا عندنا موضوع آخر اللي هو specimen handling and transportation، أي يقصد به التعامل مع العينات ونقل تلك العينات. هاي أنا ملخص لكم إياها بعدة نقاط طبعا لغرض السهولة، راح نشوف هذه النقاط. طبعا أولا يجب تقديم عينات لأمراض الأنسجة الروتينية في وعاء أو حاوية كونتينر. هذه الوعاء أو الحاوية لازم يحتوي على 10% من مثبت الفورمالين الطبيعي لغرض الحفاظ على محتويات العينة أو القطعة أو الخزعة النسيجية. طبعا هنا عندنا ملاحظة تقول يجب أن تكون الخزعات للفحص بواسطة تقنيات التألق المناعي المباشر Immunofluorescence Techniques مقدمة في وسيلة نقل خاصة أو وسط خاص مثل الميشل ترانسبورت ميديوم أو يونيفرسال فيكسيتيف. نعم، عندنا النقطة الثانية من ضمن التعامل مع عينات الأنسجة ونقلها، هو يجب جمع العينات التي تم جمعها من مواقع متعددة في حاويات منفصلة والإشارة إلى الموقع التشريحي، الموقع اللي أخذنا من عنده هذه العينة. النقطة الثالثة من ضمن التعامل مع عينات ونقلها، هو يجب أن تكون حاوية العينات محكمة الأغلاق لضمان التعامل الآمن وجودة نتائج المريض، التي قد يؤدي أحياناً قد يؤدي تسرب حاوية العينة إلى ضعف التثبيت poor fixation، وتكون الملصقات غير مقروءة، الملصقات اللي تكون على محيط الحاوية، وفقدان عينات الأنسجة بالتالي. أيضا عندنا يجب وضع العينة في كيس بولي بيج، هذا الكيس خاص لوضع الحاويات داخله، الحاويات المحتوية على العينة، أي عينات متعددة يمكن وضع الحاويات في نفس الأكياس البلاستيكية بشرط أن تكون جميع عيناتها النسيجية من نفس المريض وليس من عدة أشخاص مختلفين. طبعا يجب وضع معلومات أو طلب علم الأنسجة المكتمل في الجيب المنفصل لكيس بولي لهذا الغرض. هذا الطلب يجب أن يكون مفصول عن حاوية العينة، يعني هذا طلب معلومات عن هذه العينة. وأيضا يجب تخزين هذه العينات في درجة حرارة الغرفة، ويجب أن لا تتعرض لتجميد أو الحرارة القصوى. وأيضا من ضمن معاملة العينات ونقلها، يجب أن يتم تمييز العينات التي تتطلب حزمة عاجلة بوضوح من قبل مقدم الرعاية الصحية، أي في أسرع وقت ممكن. يعني العينات إنه الشخص اللي أخذها من عدة إنه شغلة سريرية عاجلة، شغلة طارئة، يعني لازم شنو نميز هذه العينة على مود نجري عليها الفحوصات بسرعة كأول شخص لوجود حالة طارئة. عندنا موضوع آخر هيستولوجي كوليكشن كيت اللي هو طقم جمع العينات. بصورة عامة طبعا الحجم الأمثل للتثبيت هو من 10-20 مرة من حجم العينة أي الحاوية. هناك حجمين من الحاويات، من حاويات العينات المتاحة للأنسجة. عندنا يعني حجمين نوعين من الحاويات. عندنا حاوية 9-90 مل من العينة، يعني يقصد اللي هي حاوية معقمة مع 50 مل من مواد حافظة. هاي المواد حافظة تكون 10% من فورمالين طبيعي. وعندنا حاوية أخرى 9-40 مل من حاوية أيضا معقمة مع 30 مل من مواد حافظة للأنسجة، يقصد بها هو شنو 10% من الفورمالين الطبيعي. وأيضا بولي بيج اللي هو يقصد به كيس بولي، إن كان سمول أو لارج، صغير أو كبير،
وأيضا histology requisition اللي هو معلومات أو طلب الأنسجة. طبعا إذا كانت هناك حاجة لعينات أكبر فلازم أن تتصل بمركز رعاية العملاء على مود يزودوك بحاويات أكبر. وأيضا إذا كان الميشر ترانسبورت ميديوم مطلوب لتقنيات التألق المناعي فأيضا يجب أن تتصل بمركز العملاء ليزودوك بهذه التقنية. واضح طلاب؟ عندنا موضوع آخر هو specimen labeling اللي هو يقصد عليه تسمية العينة أو الليبل. فنحن العينة بعد ما جمعناها وبعد ما خليناها في مواد حافظة وحاويات لنقلها لازم نسميها هاي العينة، وهي جدا مهمة. طبعا يجب تمييز جميع العينات بوضوح قبل إرسالها إلى المختبر للفحص لضمان التحديد الصحيح للمريض أو العينة. يجب تسمية كل عينة أو حاوية كالآتي: أولا الاسم الكامل للمريض، وهذا شيء طبيعي يعني. وأيضا النقطة الثانية معرف ثاني للمريض مثل تاريخ الولادة أو رقم البطاقة الصحية. والنقطة الثالثة اللي هو الموقع التشريحي لأصل العينة، يعني من أي مكان أخذت هذه العينة، هذا لازم أن تكتب وين مع العينة. عندنا هنا موضوع آخر اللي هو خيارات اسم العينة أو الحاوية. هنا ممكن لخصها بنقطتين اللي هو أولا ملصق مطبوع بالكمبيوتر مثبت على جانب حاوية العينة، وأيضا عندنا معلومات مكتوبة بخط اليد مطبوعة بوضوح على الحاوية باستخدام حبر لايمها. عندنا هنا معلومات طلب علم الأنسجة، يعني أنت لازم تقدم طلب بهذه العينة تكون المعلومات. يجب تقديم جميع العينات للاختبار مع طلب الأنسجة الكامل. سوف يتم استخدام طلب مريض واحد ما يصل إلى 8 مواقع عينات. بمجرد الانتهاء يجب أن توضع في أحد الأكياس البلاستيكية المرتبطة بحاوية العينة. والله طلاب يعني هذه أمور احترازية لازم نسويها. يجب تقديم المعلومات التالية، عندنا معلومات يجب أن تقدمها تكتبها، يعني هذه معلومات مع طلب علم الأنسجة، يعني بهذا الطلب مع علم الأنسجة لازم ترفق به هذه المعلومات. أول شيء لازم ترفق به معلومات عن المريض، وترفق به أيضا شيء معلومات عن مقدم الرعاية الصحية أي الممرض أو الشخص اللي راح يأخذ هذه العينة. من ضمن معلومات المريض لازم الاسم الكامل للمريض كتبه، وأيضا لازم رقم البطاقة الصحية وتاريخ جمع العينات ووقت جمع العينات وتثبيت الفورمالين. أكثر شيء يستخدم هذه العينات الثدي فقط طبعا، وموقع العينة، وأيضا معلومات سريرية ذات صلة. هاي معلومات للمريض لازم تقدمها. أما معلومات مقدم الرعاية الصحية تشمل بنقطتين: الاسم الكامل والعنوان ورقم الفاتورة لمقدم الرعاية الصحية، وأيضا الاسم الكامل والعنوان لأي نسخة من الأطباء، يعني توديه الاسم الكامل من هذا مقدم الرعاية الصحية من للأطباء. طبعا عندنا تحذير مهم أو تنبيه أنه هذه المادة تحتوي المادة الحافظة على محلول الفورمالدهايد. هذه مادة الفورمالدهايد لا تشرب ولا تبتلع ولا تقوم بتحريض القيء. إذا تعرضت لها مباشرة اتصل بطبيبك الخاص أو مركز مراقبة السموم المحلي على الفور. استنشاق البخار قد يكون ضار، وبهذا استخدم تهوية كافية في المختبر. طبعا تجنب ملامسة الجلد والعيون، تجنب هذا الشيء. طلبتنا الأعزاء هذه هي محاضرة بصورة عامة عن جمع العينات اللي هي بشقية. تكلمنا عن جمع العينات أو مصادر جمع العينات، تكلمنا بها اللي هي من البايوبسي أو الأوتوبسي، وتكلمنا من أنواع العينات السريرية اللي كانت صلبة وإن كانت سائلة، وأخذنا مثال عن العينات الصلبة السريرية، وأيضا تكلمنا عن معاملة العينات ونقلها، وأيضا تكلمنا عن الطقم أو الكت الخاص بجمع العينات أو نقل العينات أي الحاويات وأحجامهن، وأيضا المعلومات المهمة إن كانت للمريض وإن كانت مقدم الرعاية الصحية لغرض تقديمها. أعزائي الطلبة الأهل في المحاضرة، وشكرا جزيلا لحسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.